بعض ما يسمع ويكون ضعفين على الأقل. أهلا وسهلا. إذا ظهر الإمام جل الله تعالى فرج، نعم، ماذا يكون شعاره؟ هل شعاره هل هو يعني ثارات الحسين أم شعار رسول الله صلى الله عليه وآله؟ شعار يعني ثارات الحسين عنده، وورد عندنا أنه مكتوب على رايته البيعة لله، نفس راية رسول الله صلى الله عليه وآله ينشرها ومكتوب عليها البيعة لله. وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. بالاستذكار هذا نجدد العهد والولاء لآل محمد. علي بن مهزيار قال: قال أبو جعفر عليه السلام. هذا أبو جعفر اللي يروي عنه علي بن مهزيار هذا الإمام الجواد، وإن لم يشر إليه الثاني، بس هو من الطبقة باعتبار هذه الطبقة، طبقة علي بن مهزيار. قال: قال أبو جعفر عليه السلام: كأني بالقائم يوم عاشوراء يوم السبت، قائما بين الركن والمقام، وبين يديه جبرائيل ينادي البيعة لله. We Ahlul Bayt have a banner that whoever transgresses against it becomes a renegade, and whoever becomes late to follow it perishes, and whoever follows it kept up with it, it will be written on it, Al-Bay'atu Lillah, allegiance is to God.